حسن صافا؟ الحمد لله. شاف ان نجاك اليوم الكره. ودابا دابا انا ما عرفتش اش غنقول لك الحقيقه. اسبق حاجه بالنسبه ليا واولى حاجه بالنسبه ليا هي الكره، فهمتيني؟ درت ان مراتي كتقول لي ما عنديش درتي هي الكره. انا حياتي هي الكره، نهار بديت حلمي كنت نكون طويري، حياتي زعما دوزتها في الكره الصغار ديالي، الطفوله ديالي كلها في كره، لعبت كره في الحومه، في الاحياء، في لعبتها في الفرق الصغرى ملي كان فريق الجمعيه الرياضيه ديال التقدم في القسم الثاني. من بعد الدروفين ما وشويه كانت تصبت واحد الوعكه صحيه تخليت، اذا انا كره القدم ماشي تخليت عليها، ولكن هذاك الحب ديال كره القدم والشغف ديال كره القدم باش ما يبقى عندي علاقه بكره القدم القديمه، هذاك الهوايه ديالي انني ديما عندي بها احتكاك، مشيت درت التحكيم في كره القدم. الحمد لله وصلت يعني لعبت في حكم في العصبة، من بعد يعني انتقلنا للتحكيم في اطار الجامعه. الحمد لله، اللهم لك الحمد. كان ذكريات طيبه وعلاقات كثيره مع مجموعه ديال الناس، وكنت كنمارس التحكيم في واحد الوقيته اللي كانوا فيه يعني ناس كبار في التحكيم، غير السميات ديالهم كتخلع. ملي اللاعب اللي كيسمع لعب ليه النجاشي ولا لعب ليه بالقوله ولا لعب ليه حجان ولا لعب ليه الشافعي ولا لعب ليه الزهار ولا لعب ليه بعد واحد مجموعه كثيره، المهم الاسماء راه كثيره، الناصيري طبعا، الناصيري هو ولد العصبة ديالنا، باحو، هذا اسماء كثيره الحمد لله. كان غير كتسمع شي سميه من هذوك لعب مهيئ نفسيا انه راه الحكم راه في واحد المستوى وغيكون صاري ان شاء الله. الرحمن الرحيم. بسم الله. شكرا، بارك الله فيكم، ونتمنى لكم عواش المباركه، تخليكم ربي بالصحه والعافيه والمغفره والثواب، وان شاء الله يتقبل منكم صالح الاعمال والصيام والقيام، كل عام وانتم بألف خير. أنا صافي بخير، مساء عليك. طبعا كنت أكيد كنتبع البطولة الوطنية، وعندي متابعة لكل فريق وكل دورة، وطبعا لي علاقات مع مجموعة ديال اللاعبين ومجموعة الناس اللي كيشتغلوا في هذا الحقل هذا، من أطر تقنية، من ممارسين سابقين، من مسيرين، حتى من الصحافة طبعا، الصحافة الرياضية، لأنها واحد الجزء اللي يتجزا من المنظومة الكروية ديال المغرب. مدرب الرباط، حليت عينيا في الرباط، فكان اول فريق غادي نعشق هو فريق الفتح، ولا زال طبعا انا مخلص لفريق الفتح، واخا انه مر في احيانا في بعض الاحيان مر بمراحل شويه عصيبه فاش كنزل للقسم الثاني، ولكن الحمد لله الان استراتيجيه الفريق تغيرات، والحمد لله ها النتيجه بانت وعطات الاكل ديالها. في ظرف 5 سنوات تقريبا شفنا مجموعه ديال الحقيقات، مجموعه ديال الانجازات، كان اولها سنة 2010 طبعا الفوز بكأس الكاف، ومن بعد كان الفريق دائما ينافس، وكان يعني واحد الرقم صعب في البطولة الوطنية. يا خويا تبارك الله عليك، واخا تكفزتي عليا وديني وانا الشهوية بخمس شهور ما طلعت بها، بعد الوقت اللي كنتعرف فيها في الكواليفيكاسيون. الحمد لله انا سعيد انني ان نشاطركم هذه اللحظه هذه، وحقيقه انا من الناس المتبعين ديال اليوم 24 جريده الغراء، كنتمناكم تتابعوها، وكنقول لكم عشكم مبروكه مره اخرى، وان شاء الله يعود عليكم هذا الشغب بصالح الاعمال، كل يوم بركات وكل عام وانتم بخير. الف خير، تبارك الله.